السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أحلى وأجمل متابعين معنا الحلقة 17 من المسلسل العربي يوتير بطولة ريهام حجاج. تبدأ الحلقة على دكتور حاتم مع الضابط قاعدين وجايبين الدليفري مع بعضيهم وبيسألوه، بيقول له أنا بنتي والله يا فندم مستحيل تكذب ولا أي حاجة من ده كله. قال له عارف يا فندم وإحنا مش ساكتين، وعلى فكرة أنا مدام هدى في سؤال غريب راحت سألت الدليفري كده، قال مش عارف في إيه. قال له خلاص ماشي يا فندم وهنشوف شغلنا. ودلوقتي خالد أمي نادم على هدى عمال يقول لها تعالي يا هدى، في إيه يا هدى مالك؟ أنت قفشة ليه كده؟ أنا لازم أصطبح بالابتسامة بتاعتك والحاجة الحلوة منك. قالت له ما انت اهو، ما انت اللي مش سائل فيها، كفايه عليك الست يارا، كان يوم ابيض يوم ما جت ودخلت حياتنا واحنا مش عارفين نتهنى فيها، فين حياتنا دي؟ قالت له قال لها تعالي نسافر يومين تلاته. قالت له انا موافقه. قال لها بس نخلص من القضيه دي ونتقفل. قالت له ما انت قلت اهو الست طلعت عايشه. قال لها بقول لك عايشه بس مش عايزين نخلصها. وقعدوا. قال لها طب ايه رايك يا قلبي نسافر العين السخنه يومين كده؟ راحت بصت له كده وهو بص لها وضحك. قال لها ايوه كده اضحكي ونشوف الدنيا مع بعضينا تاني ونرجع زي زمان. انت عارفه انت الحب والحب وكل حاجه. وقالت له ماشي. المهم دلوقتي وليد بيتصل بيورا ويقول لها نازله من عندنا مش عارفه ايه دي، بتخون مع جوز صاحبتها ومش عارفه ليه كده. قالت له هي بني ادم قذره وهو اكذر منها، وطبعا هي ساب المؤدبه المحترمه وراح للزباله اللي زيه، هم كلهم رجاله كده واخرهم حرف الهاء. المهم بعد كده دخل عليها دكتور ياسر بتقول له تعالى عايزاك انت بالرياء ومش بتسال على اختك. قال لها انا. قالت له اه اقعد هنا. قال لها عارفه تسالني؟ قالت له اللي انت عملته بابا ده وانت ليك يد في الموضوع. وقال لها بصي انا اهم حاجه انا عايز الفيلا والمستشفى والفلوس اللي عنده بعد كده يروح لحضن مها، انا ما يهمنيش. قالت له موني. قال لها انا اهم حاجه الحاجات اللي عند بابا تعب وشقانه. قالت له انت باباك هو اللي عملك وانت كل حاجه، هو انت من غير ولا حاجه. قال لها ماشي بكل حاجه بس انا عايز اللي عنده مش عايزه هو خالص. قالت له انت ايه ده قله ادب وجحود ايه ده؟ قال لها بقول لك ايه اخلصي عايزه ايه تاني؟ قالت له بابا شاكك فيك ان انت تكون انت اعطيت مها الحقنه. قال لها اه يثبت. قالت له بقى كده وبقت مستعجبه يا ورقه. المهم بقول لك ايه في حاجه تاني؟ انا ايه مستني استريح. قلت له عايزك عايزه منك الفيديوهات اللي قلت لك عليها. قال لها الموبايل اتفرنت كله. وقالت له طب والهارد كمان؟ قال لها اه ما بابا كسر المكتب كله وما خلاش فيه اي حاجه. قالت له بقى كده يا ياسر يا ياسر؟ ندمت عليه وراح هو قام وبرده طنشها ومفيش اي حاجه بينهم وبين بعض. راح قال اكنه بيسمع اخت يارا ولا اي حاجه. راحت يارا بعد متضايقه. ودكتور حاتم جاب نيرة بيقول لها قولي قولي، والكاميرات كانت مقفولة الوقت ده. انت هداله على دكتور حاتم. قالت له ده ابنك يا دكتور، انت عايز تلبسيه لي انا عشان تحيش عن ابنك؟ قال لها اتكلمي بأدم واحترمي نفسك. خلاص انا هثبت للحكومة وهتصل بالنيابة وهي هتثبت كل حاجة. قالت له لا يا دكتور بقول لك ايه انا ماليش دعوة بأي حاجة. قال لها انت من هنا ملكيش عيش عندنا تاني. وقالت له خلاص انا ماشي. قال لها خدي هنا انت هتمشي وبس، والامبول ده اللي لقوه في سلة الدكتور ياسر ربنا بي 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 بيدي الاثبات عشان انتوا عملتوا حاجه غلط. لما يروح النيابه ويحققوا هيشوفوا. من دلوقتي ياسر راح ليوسف جوز يارا قال له انا ماليش دعوه باليارا ولا الموضوعات اللي معاك ولا الفيديوهات اللي معايا عن اميره ولا اي حاجه من ده كله. انا جاي لك في بيزنس كبير قوي استثماري، حاجه 5 ستار، نعمل انا وانت مستشفى. قال له بص له كده. قال له افكر. قال له هسيبك. قال له دلوقتي انا مشغول. قال له ماشي خلاص. المهم راح بعد كده يوسف جاي له الراجل بيقول له في واحد قدام باب الشركه يا فندم. قال له اه يبقى هي بعتنا تراقبه. طب خلاص ماشي فين هو؟ قال له واقف قدامها. قال له خلاص ماشي وروح انت. وهي فين دلوقتي؟ قال له عند خالتها. قال له تمام كده روح انت وانا ابقى اكلمك بعدين. قال له تمام يا فندم وخرج. ودلوقتي نيره يارا قاعدة مع مامتها موني وميرفت خالتها وقالت لها أمال يسأل عليكي؟ وقالت لها اوعي تكون يا بنت أمال يقول حبيبتي وتعبان وتشوفي كبر يا ماما 100 سنة. بقول لك انت دلوقتي؟ قالت لها جايه معاكي. قالت لها البيت من وحش من غيرك ما تتعوديش على كده، انا ما اعرفش اعمل اي حاجه تزعليش لو جبت شغاله. قالت لها بقول لك انا كلمته وانا بكلمك. قالت لها اوعي تكوني كلمتيني وانت جنبه يا بنت. قال لها اه المرتين. المهم قالت لها اول مرتين. قالت لها بقى كده يا يارا ماشي يا يارا.
قالت لها ماما انا بقول لك بابا هو اهم حاجه، انت اللي عايزه تهد البيت. قالت لها كل ده بعد انا اللي عايزه اهد البيت. جالها تليفون من وليد يارا ويقول لها يوسف ماشي ورايح مكان. قالت له خلاص انا جايه، ابعت لي اللوكيشن انا جايه وراك. قالت لها في ايه يا بت؟ قالت لها مفيش حاجه هقول لك بعدين. قالت لها خلاص انا همشي انا ميرفت وبكلم ام مامتك. قالت لها استحاله يا طنط ان انا هتكلم من غيرك، انت كل حاجه قدامك. مامتها بصتها وهي مامتها بصتها على راسها ومشيت. قالت لها هرجع اقول لكم بعد ما اجي من المشوار ده. وفعلا وليد واقف ورا الشجره لقى عربيه جايه، رجع لورا لقى فيها خالد، دخل خالد طلع منها العربيه بعد كده وشويه بيقول ونزل. بعد ما نزل وليد عمال يبص عليه يشوفه في ايه وايه اللي حجبه هنا. وراح بعد كده اتصل بيه خالد، اتصل بيه شوقي قال له بفتح لك الباب وادخل واطلع. عمال اقول فين الزفت ده؟ انت فين يا زفت؟ قال لي اسمك شوقي. اه طبعا الفلوس بنت عليك، اما ليه بعد اشتريت ده كله؟ المهم راح طلع فوق عمال يقول له انت يا زفت انت فين؟ انت عامل ايه؟ انت مالك فين؟ انزل بقى وريني. المهم يارا جات لوليد قالت لها، قالت له خالد جوه. قال لها خالد، قالت له خالد جوه ازاي؟ طب اوعى كده هتوقعني. قال لها بص اطلب البيس ولا اقول لك لما ارن لك ابقى اطلب الايه الظابط. بعد كده خالد عمال ينادي مفيش حد. يارا دخلت نزل على السلم لقى يارا، قالت له ايه اللي جابك هنا؟ قال لها احنا في وقت اللي جابنا هنا، انت ايه اللي جابك؟ قال لها، قالت له احنا ربنا كشفك انا بالصدفه، وانت ايه اللي جابك؟ قال لها شوقي بعت لي اللوكيشن ويوسف هنا. قال لها يوسف كان، قالت له يوسف كان هنا. فين يوسف؟ قال لها يوسف، يوسف كان هنا. يبقى في مشكله الحق يا ورا، بدل ما احنا قاعدين نمسك في خناق بعض كده نشوف اي حاجه نثبت ان احنا شوقي ده فين، رقم تليفون اي ورقه اي حاجه ونثبت. قالت له كمان، قال لها اشمعنى في الوقت ده؟ بقول لك ايه، يلا ندور على اي حاجه تثبت براءتنا ونخلص من الموضوع ده. قالت له تمام. وفعلا وهي قاعدين وهيطلعوا فوق ويطلعوا ويعملوا ويشوفوا، قال لها اهو وادي الرقم اهو اللي رن عليكي الرقم ده. قالت له تمام ماشي. ولقوا مقفول. وبعد كده طالعين فوق لقوا الظابط، قال لها تعالي هنا كمان انت حلوه قوي كده كملت. قالوا كمان اهو هذا العقد الورق ده العقد الفيلا دي بتاعتك انت. قالت له عقد يا بنشا؟ ايه اللي بتقوله ده؟ الحق يا خالد، الحق يا يارا، انا مش فاهم حاجه يا يارا. ولا انتوا كمان؟ وبعد كده مسكوا الظابط قلت له سيب ايدي. وراح قال لها يلا هاتهم ورايا يا فندم تعالى.